تنفست مدينة بيروت هواء نقيا لساعات باجتياح أكثر من 2500 دراجة هوائية الواجهة البحرية للعاصمة. في خلال بايكوتون تخلى في خلاله الكبار عن سياراتهم وانطلقوا مع صغارهم على دراجاتهم في مشوار بيئي مرورا بساحة الشهداء وشوارع الجميزي قبل العودة إلى نقطة الانطلاق. يوم بيئي بامتياز أراد من خلاله المنظمون وللسنة الثانية على التوالي الترويج لهذه الرياضة وفي الوقت نفسه حض المسؤولين على إقامة ممرات آمنة خاصة بالدراجات في شوارع العاصمة تيمنا بدول العالم. كل وزير منطقته بعتقد اليوم أصبح واعي وفي عنا قوانين علينا نطبقهم ونجتمع ناخد كمان قرارات جريئة. أنا مع أنه كل البلديات تتعاون من أجل أنه يكون في هناك ممرات بيئية لا الدراجات تقدر تاخد مداها بلبنان. نحن عم نشتغل على خطة أنه يكون عنا separate lanes ببعض شوارع مدينة بيروت. بدنا طرقات آمنة للبسكليتات بكل العالم، بتوصل بالمترو بتطلع من المترو في بايك سيتي بتستأجرها وبتخدها. طيب هيدي قليلة شو بتوفر على جئت سير؟ رحلة ممتعة أمضاها المئات في هذا الحدث الرياضي الذي أعاد الحياة لرئتي العاصمة المثقلتين بالتلوث، علّه يتحول إلى مشهد يومي في قلب بيروت كي يعود وينبض مجدداً هواء نظيفاً.